خلونا اليوم في إطار التعريف بأشكال سياحية متنوعة حاضرة في هذا الجزء من عالمنا العربي ومن المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم رحلتنا إلى مدينة مأدبة السياحية والعلاجية، تتمثل في المياه الكبريتية والمعدنية في منطقة معين، إلى السياحة الدينية في مأدبة، إلى سياحة المغامرات وغيرها من أشكال السياحة. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. عندما نتحدث عن مأدبة فإننا نتحدث عن التاريخ، عن الحضارة، عن الحجر، عن البشر، عن مدينة الفسيفساء، عن مأدبة عاصمة السياحة العربية لعام 2022. مأدبة تعتبر من أهم المحافظات السياحية الموجودة على الخارطة السياحية الأردنية، بما حابها الله من موقع متميز وتباين في المناخ والتضاريس، جعل من هذه المحافظة مركز لاستقرار العديد من الحضارات والتي تركت لنا تاريخا نذكره ونشاهده في كل ركن في المدينة وأطرافها. ما يميز محافظة مأدبة عن باقي محافظات المملكة هو تعدد وتنوع المنتج السياحي والذي يلبي كافة أهداف السياح، كالسياحة الدينية والثقافية والعلاجية والمغامرات وغيرها من أنواع السياحة. مأدبة أصبحت محط أنظار العالم والمجموعات السياحية، خصوصا بعد الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، واعتمد 5 مواقع حج مسيحي، موقعين في محافظة عجلون مار الياس وسيدة الجبل، و3 مواقع على مسار مأدبة السياحي، المغطس ونيبو ومكاور. ونظرا لهذه الأهمية الدينية والتاريخية، فقد قامت وزارة السياحة مشكورة بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والتي أسهمت في تطوير المنتج السياحي وزيادة أعداد الزوار ومشاركة المجتمع المحلي في التنمية السياحية. مأدبة تسخر بوجود العديد من المواقع السياحية لما تحويه من مواقع سياحية وأثرية متميزة وفريدة من نوعها. حدث عن موقع جبل نيبو الذي يعد ثاني موقع بعد البتراء بأعداد الزوار، خصوصا عام 2019، وهو أحد مواقع الحج المسيحي الذي تم اعتماده عام 2000. أيضا نتكلم عن كنيسة القديس جيورجوس أو ما تعرف بكنيسة الخارطة، ويوجد فيها أقدم خارطة جغرافية فسيفسائية تعود للقرن السادس الميلادي، وتتكلم عن الأراضي المقدسة، وبالتحديد سنتر هاي الكنيسة أو الخارطة هي مدينة القدس. أيضا نتحدث عن مركز زوار اللي احنا موجودين فيه. هذا المركز كما تشاهدون يستقبل جميع المجموعات السياحية القادمة لمحافظة مأدبة، وهو نقطة انطلاق السياح للمواقع السياحية والأثرية، وهنا يستطيع الزائر أن يحصل على كافة المعلومات ومشاهدة فيلم سياحي عن محافظة مأدبة وتقديم كافة الخدمات اللازمة له.